الأزاريطة والإبراهيمية في 5 مدارس تم تجهيزها، وهذه المدارس مجهزة بأسرة ومجهزة بدورات مياه ومجهزة أيضا بوجبات غذائية للناس اللي تم إخلاء منازلهم. وهذه الأماكن للبيوت المؤقتة اللي هي هترجع بعد 72 ساعة أو بعد 48 ساعة بعد ما ننهي عملية هدم هذا المنزل. بعد كده مش لو تم الهدم مش هيبقى في خطورة على المنازل المجاورة، هيتم عودة الناس إليها لطبيعة حياتهم العادية جدا. وإحنا تم طبعا لجنة هندسية على أعلى مستوى مكونة من جامعة الأسكندرية، كلية الهندسة، المركز الهندسي، وعميد كلية الهندسة كان معانا، وحوالي 8 أساتذة من كلية الهندسة، بالإضافة إلى الهيئة الهندسية اللي هو كامل وزير بعت فريق من عنده، بالإضافة إلى مركز بحوث الإسكان في وزارة الإسكان، بالإضافة إلى المنطقة الشمالية العسكرية الإدارة الهندسية فيها. كل دول اجتمعوا وانتهوا الى قرار انه لابد من الهدم، ولابد ان يكون الهدم تدريجيا من الادوار العلوية حتى لا يحدث انهيار مفاجئ للمنزل. احنا احضرنا اوناش من شركة المقاولين العرب ومن شركة بتروجيت، الاوناش موجودة في الموقع، ابتدى العمل من 5 مساء، لكن هو في حظر في العمل ولابد ان يتم بصورة تدريجية تحسبا لاي تحرك للمبنى لا قدر الله. في احتمالية لانهيار للمبنى في اي وقت، احتمالية دي واردة لكن نسبتها قليله، لكنها وارده ولازم نبقى عاملين حسابها. عشان كده احنا عاملين كردون حوالين المنطقه وغلق واخلاء لجميع البيوت. لو الامور مشيت بصوره جيده جدا ان احنا نبتدي نهدم الادوار العلويه تدريجيا، لو هدمنا 4 ادوار ده هم اللي فيهم خطوره كبيره وهم اللي عاملين ارتكاز وميل شديد في العقار، هيتغير محور الارتكاز بتاع العقار بنسبه كبيره، وهيبقى الفرصه في ان احنا نهد بصوره امنه افضل وافضل ان شاء الله. العمل ابتدى، هنشتغل على مدار 24 ساعة ان شاء الله. طبعا برضو المرافق تم غلقها جميعا، الغاز والكهرباء والمية، وبرضو في غرفة عمليات على مدار 24 ساعة برئاستي شخصيا مع السيد مدير الامن، السيد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، السادة اللجنة الهندسية من كلية الهندسة، الدفاع المدني، الصحة، الاسعاف، كل الجهات المعنية موجودة. النهاردة برضو شرفنا معالي وزير التنمية المحلية عشان يطمئن على المضارين من هذا الانهيار، وراح للأسر الموجودة في إحدى الجمعيات الأهلية اللي استضافتهم إحدى الجمعيات الأهلية، وتواجد معاهم وشفنا إيه مطالبهم. وبرضه عشان أطمن حضرتك وأطمن المواطنين اللي كانوا موجودين في العقار اللي تم هدمه اللي هو مجاور العقار المائل، واللي كانوا موجودين في العقار المائل سيتم إن شاء الله تسكنهم في شقق تابعة للمحافظة. عندنا منطقتين، منطقة العملية وفي منطقة توصل، واحنا دلوقتي بنشوف المناطق الاقرب بالنسبه لهم، وهيتم ان شاء الله التنسيق معاهم لتسكنهم في شقق في هذه المناطق. طبعا مشكله البناء المخالف مشكله كبيره جدا، احنا بندعو الساده اعضاء مجلس النواب ان يكون في تدخل في تعديل لقانون البناء بحيث يكون هناك تغليص العقوبه وليس عقوبه على صاحب العقار الذي دائما يكون مجهولا نصية الوصول اليه، لكن عايزين عقوبه لأي حد يشارك في بناء العقار، أي مقاول، أي حد يشارك في بناء العقار المخالف. وبندعو كل المواطنين إنهم ما ياخدوش أي وحدات سكنية في أي عقارات مخالفة، لأن هم كمان لو القانون اتطبق وكان في حظ ممكن يقعوا تحت المسؤولية الجنائية. في أي أسئلة؟ العقار الغربي بسبب مياه تحت أرض زي ما السكان قالوا ولا بسبب وجود سراويل وآثار؟ لا، العقار على اغلب الظن طبعا اللجنه الهندسيه التقارير المبدئيه بتقول انه الارتفاع الزائد بتاع العقار هو السبب الرئيسي فيه، لانه على مساحه صغيره 8 في 8 وارتفاع 14 دور، فاساساته لم تتحمل الارتفاع العالي ده. يعني تفسير مبدئي، قد يكون هناك تسريب مياه، قد يكون هناك اي اشياء اخرى، لكن هذا التفسير المبدئي. وهيتم بعد ذلك بعد اتخاذ الاجراءات اللازمه لتامين المنطقه المحيطه فحص هذا الموضوع واعلانه لحضراتكم. في العقار المقابل ليه عقار مخالف، في العديد من العقارات في هذه المنطقه عقارات مخالفه وتم تحرير قرارات ازاله ليها، واحنا عايزين نزيلها لكن لم نتمكن لوجود اسر سكنيه داخلها. احنا جاهزين نزيل هذه العقارات لكن في مشكله في تواجد الاسر داخلها. القانون الجديد يا ريت يكون في سرعه في اصداره يغلظ العقوبه على اي حد يقتني وحده سكنيه مخالفه او يشارك في بناء وحده سكنيه مخالفه. معالي المحافظ، هل تم وضع خطه لعمليه
حجم العقار، حجم الصوره يدويه. نعم نعم، تم وضع خطه في سيناريوهين كانوا يتعملوا، يا اما يتم الهدم المفاجئ من الاساسات او الادوار الاولى للعقار، وده يؤدي الى انهيار كامل للعقار مره واحده، بس في خطوره لانه قد ينحرف يمينا او يسارا يؤدي الى خطوره على العقارات المجاوره. وهذا السيناريو تم رفضه من جميع اللجنه المشكله. السيناريو الاخر ان يتم هدمه بصوره تدريجيه من الادوار العلويه، في اوناش هتبقى موجوده فوق، هينزل منها افراد متامنين، هيبتدوا يعملوا هدم يدوي. الهدم اليدوي ده هيستغرق، لا لا مفيش متفاجئ، هيستغرق وقت اطول لكن معدل الامان فيه اكبر. وده ده القرار اللي اتخذته اللجنه وابتدى العمل فيه. في ونشين احنا ممكن نجيب اوناش اكتر من كده، لكن المساحه اللي موجوده فيها الشوارع مساحه ضيقه لا تستوعب وجود عدد كبير من المعدات. فهنشتغل بونشين من كل جانب من العماره، ونش هيشتغل، هنشتغل على مدار اكتر وقت ممكن. الحاجه الثانيه انه البطء في البدايه مهم جدا عشان نعرف بس اي حاجه هتحصل في العقار. في احتماليه لانهيار مفاجئ العقار، احتماليه وارده، لكن احنا حريصين انه ما يتمش ده ان شاء الله، وربنا ان شاء الله يستر وما يحصلش. مصيري يا المطورين العقاري، احنا الموضوع اتحول للنيابه، والنيابه اجرت تحقيقات النهارده وتم استدعاء كل صاحب العقار بيبحثوا عنه، واستدعاء المهندسين والعاملين في الحي اللي كان ليهم مشاركه في اصدار اي اوراق خاصه بهذا العقار. احنا اثناء الهدم يعني بحرص شديد لو قدرنا نطلع اي حاجه بدون تلف هنطلعها للناس، لكن في حاجات بتبقى خارجه عن الصعوبه، لكن طبعا احنا حريصين على مقتنيات الناس، لانه طبعا يعني مقدرين الحاله الصعبه اللي هم فيهم. لكن برضو عايز اقول لحضرتك واقول للناس انه اللي اتعمل في الفتره الصغيره دي انجاز كبير جدا، ان احنا الحمد لله ما عندناش اي اصابه، قدرنا نخلي الاماكن في اقل وقت ممكن، تواجد قوات الامن وقوات الدفاع المدني والقوات المسلحه والمحافظه في وقت قليل جدا، فده كويس جدا ان احنا انقذنا ارواح الناس، ده مهم قوي. الخطوه الثانيه ان احنا حريصين ننقذ كل ونحافظ على مقتنيات الناس ان شاء الله، بس في حاجات مش هنقدر عليها لانه في انهيار في اجزاء من المنزل مش هنقدر نحافظ عليها. طب هل السكان المنطقه اللي هم اخذوا المكان هيرجعوا تاني؟ اه يا فندم ان شاء الله احنا نامل في اماكنهم في بيوتهم عادي. هما في العقار ده اللي مال ده فيه 9 أسر تم حصرهم، والعقار اللي جنبه كان فيه 4 أسر تم حصرهم، والعقار الامامي ليه فيه 7 أسر باجمالي 21 أسرة، دول احنا هنسلمهم شقق في الاسكان تبع للمحافظه ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا لحضراتكم، شكرا.